السلام عليكم، الله يحييكم متابعين سناب العرب. أنا في غار الملك سعود بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، الله يرحم الميت منهم ويديم الحي. هذا الغار يشكل بالنسبة لنايا النجران حدث تاريخي مهم. طبعا ترى الغار كبير، طول الإنسان يمكن 2 متر. شوفوا كيف أنا واقف فيه، شوفوا ما أكبره، وهو يشرف على منطقة الحماد، والجيش السعودي كان مخيم هنا. متابعين سناب العرب، هذه اللقطة لي وأنا في غار الملك سعود، ولكن البعض بيتساءل وين موقع هذا الغار؟ هذا الغار بين محافظة ظهراء الجنوب وبين نجران، يمكن يبعد عن نجران أكثر من 80 كيلو. ولكن إيش أهميتها بالنسبة لأهالي نجران؟ شكل أهمية قصوى جدا جدا، لأن في حدث تاريخي مهم. الحدث هذا في عام 1352 هجرية احتل الإمام يحيى بن حميد الدين نجران، فأرسل الملك عبد العزيز الله يرحمه جيش بقيادة ولي عهد آنذاك الأمير سعود بن عبد العزيز عن طريق ظهراء الجنوب. ولكن يقول شاهد عيان، يقول أول من جاء كان الأمير فيصل بن سعد، وكان معه 7 بيارق، كل بيرق من قبيلة، وراء كل بيرق شوكة، والشوكة 1000 رجل من القبائل، يعني حوالي 7000. وكان باقي الجيش ولي العهد سعود بن عبد العزيز جاي في الطريق. قال ويجي الملك سعود، وكان في مقدمة الجيش، وكان راكب على فرس، وكان يغني نجران يا هدب الجريد لومك على ولد الإمام، نجران يا هذب الجريد لومك على ولد الإمام. كان الجيش يردد وراه، واختار هذا الغار الموقع الاستراتيجي لأنه قريب من الحدود اليمنية، لأنه قريب من منطقة يقال لها باقم، والقرى نقعة والقرى القريبة من مركز القيادة اليمنية في صعدة. كان الهدف ما يجي الحرب في نجران، إنه يجي الحرب. واستقر في غار الملك سعود 90 يوم، يعني 3 شهور. طبعاً خلال 90 يوم واجه الجوع، واجه الحر والحرب والقتل، ولكنه متعود الملك سعود الله يرحمه، كان مع أبوه أكثر من 30 عام في توحيد المملكة. كان رجل شجاع ورجل كريم. ولا ننسى موقفه يا النجران، ولا موقفه للسعود كلهم. كان يردد يقول ذيبني بديارنا وديار عربانة، وراه الله على ديارنا وديار من عاف الحياة. كان الجيش أسلحته تختلف، يعني الأسلحة التقليدية يمكن يكون معهم مدافع بسيطة شالينها على الجمال. أثناء الحرب تقدم فيصل بن عبد العزيز الله يرحمه عن طريق الساحل حتى وصل إلى الحديدة، ولما حس الإمام يحيى بن حميد الدين بالخطر على صعدة على صنعاء طلب الصلح، وانسحب من نجران وانضمينا إلى المملكة في عام 1353 هجرية. 1353 هجرية، والمملكة توحدت في عام 1351 هجرية. وكان واحد اسمه محمد بن علي، والله أنا ودي أني أحصل على القصيدة كاملة، لكن كان يقول استسلموا همدام وهم ذلان، من بعد ضرب محكمات القتالي استسلموا للشيخ خالد وشقران وسعود أبو خيرين ذاك الهلالي. سعود أبو خيرين ذاك الهلالي. أنا أتمنى أن نشوف غار الملك سعود ما حد يكتب عليه ولا حد يخربه، ونكون هناك لوحات، وإن حنا ننظر له بنظرة تاريخية.